مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطنا السادس الذي يحمل تحديات فئة الجعدان الحقايق من المسافة هي 3 كيلومترات. ننطلق في هذا التحدي الممتاز وننطلق في هذا التحديات الجميلة ونتعرف على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. يأتينا مسيطر مطر بن محمد بن دحروي العامري يتقدم على المركز الأول بتحديات هذا الشعار وبانطلاقات هذا الشعار، يقدم انطلاقة مسيطر، ولكن التغيير اللي هناك البداية مع الواعي علي بن مهير بن بليشة الاكتبي يتقدم على المركز الأول. راعي منصورة يتقدم على صدارة هذا الشوط. المركز الثالث هناك الوصول مع الطليلي، يقدم الطليلي علي بن سعيد بن علي بن محمد بن رشيد يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع هناك الوصول مع مصدع الشطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي يقدمه على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الوصول والتحدي والإثارة مع انطلاقة هذا الشعار القادم، شعارك يا بن كليب، يتقدم مع منذر هنا محمد بن حماد بن سليم العرادي البلوي، يتقدم مع انطلاقة شعار سيب بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي، وأيضا الوصول مع متعب سعيد بن سهيل بن دلوي الاكتبي، يقدم متعب هنا في هذا الانطلاق الممتاز، وأيضا الوصول مع شاهين لمحمد بن حميد بن خميس اليديلي، يتقدم في هذه اللحظات بالانطلاق الممتازة، وأيضا الوصول مع مبلش سليم بن حمد بن سالم بن سليم الاكتبي، يتقدم في هذا الانطلاق الجميل وفي هذا التحدي الممتاز والرائع والجميل في هذه الانطلاقات الجميلة والأسماء قادمة، وأيضا الوصول مع الدجاج مطر بن حمد بن عبيد بن حضير الاكتبي، يتقدم في هذه اللحظات، ولكن الواعي 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 مع المركز الأول، مع الأداء الممتاز، مع الانطلاق الجميل، ينطلق ويندفع على صدارة هذا الشوط، يقدمه علي بن مهير بن بليشة الاكتبي، ومتعب غادم، متعب غادم غادم في هذه اللحظات مع هذه السلالة العريقة الغادمة على المركز الثاني، والمركز الثالث هناك الوصول مع الطليلي علي بن سعيد بن علي بن محمد بن رشيد الاكتبي، ولكن الواعي مع المركز الأول، مع الأداء الممتاز، مع الانطلاق الجميل، يقدم الواعي على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط. علي بن مهير بن بليشة الاكتبي على المركز الأول بالأداء الممتاز، والعصا في الأبطان، بدون أي أوامر ولا تعليمات ولا شبه أوامر ذكرت عليه، ينطلق على المركز الأول راعي منصورة، على المركز الأول، ولكن متعب غادم في هذه اللحظات، راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي الاكتبي، قادمة سلالة متعب، ما شاء الله قادم في هذه اللحظات والواعي، ولكن متعب، سلالة متعب الصغير، راحت مع المركز الأول محمية جبل علي، تأتي بهذا الانتاج الممتاز. إذا متعب صاحب الإنجازات وصاحب السجلات الحافلة يحقق ما ضاق طعم الهزيمة، والهزيمة ما يعرف لها طريق، قادم مع شعارك يا بن دلوي، راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي الاكتبي، والعصا في الأبطان، ما ذاق طعم الهزيمة، بالفعل رصيده مليء بالإنجازات، يحقق ناموس هذا الشوط، والعصا في الأبطان بدون أي أوامر ولا تعليمات. المركز الثاني الواعي علي بن مهير بن بليشة، المركز الثالث هناك شعار ايديلي، المركز الرابع هناك شعار بضبيع، المركز الخامس شعار التوقيت الزمني، تحطم التوقيت مع متعب 4 دقائق 27 ثانية. سلام يا بن دليوي، سلام راشد بن سعيد بن سهيل بن دليوي.